هروح بقى مع حضراتكم لموضوع اخر، او يعني خلينا نطل على الساحه الفنيه. دايما طول الوقت واحنا بنبص على الاعمال الفنيه، دايما طول الوقت في جدل ما بين الفنانين وبعضهم حوالين بعض الاعمال، مين نجوميته اكبر، مين حقق نجاح اعلى. ده يعني حاجه مفهومه وبنشوفها باستمرار ومفيش فيها يعني استغراب او استعجاب. وبنشوف برضو واحنا بنتابع الساحة الفنية احيانا بنشوف هجوم من بعض الفئات من الجمهور لاداء الممثل دوت، لاختيار الممثل دوت او الفنان او الفنانة دي للدور او لطريقة الاداء او لللبس والشخصية والتقمص. بنشوف ده طول الوقت، يقولك الفنان ده ما اقنعنيش في الدور، الفنانة دي مفروض بتعمل مثلا دور بنوته من يعني طبقه اجتماعيه معينه، بس تلاقيها لابسه لبس مش مناسب للطبقه دي، بتتكلم بطريقه مش مناسبه للطبقه دي، سواء كانت غنيه او فقيره او صاحب التعليم مرتفع او منخفض او ايا كان. الجمهور طول الوقت بيحكم، الجمهور طول الوقت بيقيم، الجمهور طول الوقت له راي، والجمهور هو اللي بينجح فنان او بيرفضه، وهو اللي بينجح العمل الفني او برضه بيرفض العمل الفني. الظاهرة بقى الغريبة اللي بدأنا نشوفها اليومين دول هي انه الفنان بيرفض رأي الجمهور، او الفنان يعترض على انتقاد الجمهور له. حاجة غريبة، وبستغرب احيانا بعض التصريحات اللي بتعدي من بعض الفنانين كده على مواقع التواصل وفي الاخبار، شيء غريب جدا. ودايما يجي في ذهني انه ده مختلف قوي عن فنانين زمان، كنا دايما زمان تلاقي الفنان كده وهو بيتكلم مثلا او بيتم مواجهته في برنامج او في مقابله صحفيه، لما حد يواجهه براي الجمهور في عمل معين دايما تحس في كلامه كده احترام وتبجيل للجمهور، حتى لو هو مش مقتنع بالكلام لازم دايما يقولك الجمهور ده هو اللي نجحني، الجمهور ده هو اللي كلامه فوق راسي. اختلفت شويه طريقه التعاطي او التناول. الظاهره برضو اللي بدانا نشوفها هي رفض النقد، يعني رفض الكلام اللي بيجي على السنه النقاد، مهما كان النقاد دول عندهم سيرة طويلة وباع طويل وعندهم يعني سنوات طويلة من الخبرة في الشغلانة، أحيانا نلاقي الرفض ده وكان شيء غريب. هاخد لكم على سبيل المثال موقف حصل من كام يوم من الفنان مصطفى قمر، وهو فنان كبير طبعا وله جمهور عريض جدا وله كل الاحترام والتقدير، لكن لقينا خناقة كده غريبة جدا، خناقة طبعا على خناقة افتراضية يعني إنجاز التعبير، مش خناقة بجد، لقينا خناقة افتراضية كده أو مشاكسة افتراضية على الأخبار والمواقع بينه وبين الناقد الكبير أيضا المعروف الأستاذ طارق الشناوي. إيه الحكاية؟ الأستاذ طارق الشناوي كان انتقد فيلم أولاد حريم كريم اللي هو طبعا فيلم مصطفى قمر، وصفه أنه هو فيلم غير ناجح. قامت الدنيا بقى وما قعدتش، ورد الفنان مصطفى قمر بشكل قاسي جدا، ورد يعني بنقد فوق النقد للكلام ده. هل كان كلامه مبالغ فيه؟ هل كان التعاطي مش مظبوط؟ تعالوا نسمع القصة على الأقل من الأستاذ طارق الشناوي الناقد الفني المعروف. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا، مساء النور. إيه اللي حصل؟ لا بس أقول حاجة، أنا مش يعني من حق كل إنسان إن هو ينتقد أي رأي، لكن السباب والسب والقذف العلني له وسيلة واحدة وهتك الاعراض له وسيله واحده وهو المحكمه. بس ده اللي انا يعني افهم من كده انه الموضوع اخذ مسار قانوني بينك وبين الفنان مصطفى قمر؟ انا تقدمت شكوى للنقاب الصحفيين، وبعد كده في اجراءات قانونيه، بس لازم ابدا الاول بالغطاء القانوني اللي هي النقابه، لانها هنا في حد يعني ارتكب جرم سب وقذف علني بيبقى عقوبته السجن على طول. يعني هو قال ايه تحديدا الفنان مصطفى قمر؟ كلمات ما ينفعش تتقال، يعني كلمات حتى لا يجوز ان تقال كويس ولا تكرر، لكن هي تقع تحت طائله قانون السب والقذف العلني. فانا باخد اجراءاتي، بس ببدا دايما الخطوه الاولى ايه؟ النقابه. ده اللي انا لجأت اليه، وده اكبر خطا انه حد يعتقد انه لما يشتم الناس هتخاف. يعني هو قال لك عشان كله هيترعش، كله في عندنا قانون رادع كمان لاي تجاوز. بس استاذ طارق، طيب تفسير حضرتك ايه لرد الفعل
يعني الكبير ده من الفنان مصطفى قمر، يعني ولا اول ولا اخر مره يكون في نقد لا سلبي هو بص تجاه عمل فني. لحظه، ما انا هقول لك، لما يكون الفنان ما عندوش ثقه في نفسه وشايف في انسحاب الجمهور لاعماله، فبيبقى في حاله ضعف، يعني هو غير قادر على المقاومه. ما هو كثير من الفنانين انتقدوا وبدراوه، لكن لان هم كان ليهم رصيد ولهم قوه جماهيريه فكانوا قادرين يواصلوا. لكن لما يكون فنان من الاول في مشكله هو حاسسها وان كان بينكرها، انه في تراجع في وجوده الفني والجماهيري، تراجع واضح بالارقام بالتواجد بكل شيء كويس، فلما بيكون عنده هذا الاحساس فبيبقى درجه رد فعله بيبقى مبالغ فيها. ولكن ما عنديش مشكله في رد الفعل، انا عندي مشكله في التجاوز اللي هو يقع تحت حاله قانون السب والقذف العلني. لكن انا مقدر ان هو في لحظه ضعف، مقدر ده، وان هو شايف الدنيا بتنسحب فنفسه ان حاجه اهو تطلعه. فلما الاقي حد كتب لك لو انا شتمت يعني 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 تجاوز في الالفاظ لحد السباب، ما حدش يقدر يقترب مني وخلاص. فالحقيقه هو حتى السلاح ده سلاح شنك، لان مش ممكن يعتقد ان كل الناس هتخاف فجاه عشان بيشتم. لا طبعا. طيب استاذ طارق، يعني خليني برضو بما انه الفنان مصطفى قمر مش معانا عشان يرد، خليني تقبل بصدر رحب مني، مش يمكن حضرتك شديت عليه شويه في النقد، او يعني كان النقد لازع شويه؟ بص، حتى اللازع ده ما فيهوش مشكله قانونيه، والسخريه ليس لا يعاقب عليها القانون، بس عشان الناس يمكن تبقاش عارفه انه في تفاصيل كتيره في القوانين، السخريه نفسها لا يعاقب عليها القانون. القانون بيعاقب على السب والقذف وهتك الاعراض. طالما انا بتكلم على المنتج الفني اللي قدامي قلت رايي كويس، ما بقولش ان انا بحتكر الحقيقه. ممكن حد تاني يقول راي مغاير لده، ممكن الفنان نفسه يدافع عن فنه وعن عمله، لكن ما يشتمش. فهماني؟ هو ده الموضوع. فما عنديش مشكله ان هو يبقى حاسس انه ايه انا عامل عمل كويس، او اني لا انا اتظلمت في الكلام ده، ماشي. لكن لا ينتقل الى مرحله السب والقذف. طيب خليني اخد مع حضرتك الوجه الاخر برضو لظاهرة رفض النقد او عدم تقبل النقد. احيانا بعض الفنانين بيرفضوا النقد من الجمهور نفسهم، وانا ليه بفتح القصة دي دلوقتي؟ لانه احنا مثلا شايفين مؤخرا او على مدار الكام يوم اللي فاتوا الفنانة الشابة داليا شوقي فيها يعني قصة كبيرة على السوشيال ميديا على ادائها في المسلسل، وناس كتير بتقولك لا ده حاجة ممنهجة، وناس تانية تقولك لا ده انتم مستقصدين البنت. برضو ايه الحكاية اللي بيحصل في موضوع النقد وتقبل النقد ورفض النقد؟ رأيك بص ايه؟ بص هو طبعا هو المسألة دخل فيها حاجات كتير، يعني مامتها مثلا بتدافع عنها، بأي أم هتعمل يعني؟ لكم صراحة قلب الأم شيء طبيعي. ده بديل، ولو الأم ما دفعتش عن ابنها أو بنتها تبقى في مشكلة في مشاعر الأمومة. هنا الدفاع شرعي. انك تقول ابني كويس دي يعني اظن انها مساله بديهيه، ولكن حتى الام اللي تقول ابني او بنتي كويسه تبقى مدركه ان الجمهور من حقه يكون له راي تاني. بس لكن ما تبقاش عندها يعني لا تتجاوز دفاع عن بنتها. هي مش خناقه بين الجمهور والفنان يعني. بس طبعا دي بتبقى ثقافه زي يعني، بس عشان كمان داليا اسمها داليا شوقي صغيره، فالام يمكن بقت ايه بتدافع بدراوه. لكن انت رايك ايه يا استاذ طارق في الاداء نفسه سبب المشكله بقى؟ انا هقول لك هي المشكله انه اتحط خط، يعني اللقطه اللي ممكن تعدي في لحظه لو انت عدتيها كذا مره وكان في خطا او احساس مثلا معين، كان في زياده شويه، مفتاح الاداء زاد كويس، فلو امام الاعاده بيتحول الى سخريه بقى زاد قوي. بس السبب انه ان تم اعاده اللقطه عده مرات، انه وبعدين في المشكله ان المسؤول عن ده المخرج يعني. انا شفتها في مشاهد قبل كده، شفتها في بعض افلام قبل كده، لا يعني ما اقدرش انكر عنها موهبتها. البعض مثلا يقول انها بتشتغل عشان خاطر اختها بتشتغل، او يعني يعني ده مش صحيح، ولكن بيظل ان هي حتى لازم تكتسب الخبره انه ما تخشش في خصومه مع المتلقي. ايوه، مش خناقه بين الفنان والجمهور. مش خناقه، واذا في نقد قلبي حتى اذا كانت شايفه ان هو مبالغ فيه تتقبله بصدر رحب. ربما لصغر سنها
فمش قادرة تعرف المعادلة دي، ومامتها معذورة أم، يعني في النهاية يعني إحنا بشر. أيوه. فلازم ننظر يعني للوجه الآخر، الجانب بقى الإنساني. أنا بشكر حضرتك طبعا الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، نورتنا وسعيدة بتحليلك.